بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما مع المراجعة الشاملة بطبيعة الحال للمقرر السنوي الذي جاء به الإطار الجديد لامتحان الوطني. إذا بما أن دراسة وتمثيل الدالة العددية يكتسي أهمية بالغة لسببين. للسبب الأول الرئيسي، لأن دراسة وتمثيل الدوال عليهم 11 نقطة متتالية 4 نقاط، والأعداد العقدية 9 نقاط. إذا القناة ستولي اهتماما بالغا لدراسة وتمثيل الدوال، أي أنها ستكثر من المسائل، وهي عبارة عن اقتراحات جديدة بطبيعة الحال غير روتينية، لأن معظم التلاميذ إذا فليس لديهم مشكل في الوطنيات السابقة. وكما قلنا سابقا، حتى لا يكون عنصر المفاجأة، إذا على القناة أن بطبيعة الحال تقوم ببادرة رائعة جدا، وهي اقتراحات جديدة فيها أفكار جديدة، ولكن دائما في إطار المرجعي، الإطار المرجعي بطبيعة الحال الذي أقرته وزارة التربية الوطنية. إذا رأينا مسألة رقم واحد في المراجعة رقم واحد، والآن مع مسألة رقم اثنان، وهي مسألة شاملة فقط بالنسبة للخيار الفرنسية. إذا القناة تزف إليهم نبأ سارا. إذا سأخصص إذا شرح هذه المسألة وحلولها بالفرنسية. إذا بالنسبة لتلاميذ الخيار الفرنسية، إذا بعد انتهاء بطبيعة الحال فيديو المخصص للخيار العربية، سأقوم بفيديو خصيصا لهم بالفرنسية، فكونوا مطمئنين. إذا على بركة الله، إذا نقرأ محتوى بطبيعة الحال المسألة. نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي: f x تساوي e x ناقص 1 على u x زائد 1، وحدة القياس 1 سنتيمتر. إذا الجزء الأول، أولا حدد د f وبين أن f دالة فرضية، احسب نهاية f x عندما x يؤول إلى زائد ناقص ما لا نهاية، ثم أول هندسيا النتائج المحصل عليها. ثالثا ألف، تحقق من أن المشتقات تساوي 2 اكسبونونسيال اكس على 1 زائد اكس الكل أس 2. ب، ضع جدول تغيرات الدالة f. رابعا، اكتب معادلة المماس دلتا للمنحنى f عند النقطة ذات الأفصول 0. وخامسا ألف، أثبت أن f x تكتب e x على 1 زائد e x ناقص اكسبونونسيال ناقص x على 1 زائد اكسبونونسيال ناقص x. سؤال ب، استنتج قيمة التكامل e من 1 إلى 2 e x ناقص 1 على e x زائد 1 d x. ج، احسب بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز دلتا بريم المحصور بالس f والمستقيمات المعرفة بمعادلتها y تساوي صفر، أي محور الأفاصيل x تساوي 1 و x تساوي 2. سادسا ألف، أنشئ دلتا ودلتا بريم والس f. سؤال ب، استنتج أن f x أصغر من أو تساوي x مهما يكون x أكبر من أو تساوي صفر. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني. ليكون ج قصور دالة f على المجال صفر زائد ما لا نهاية، بين أن لجي دالة عكسية ج موانزا معرفة على المجال صفر واحد. ثانيا ألف، أحسب جي لصفر وجي ناقص واحد لصفر. سؤال ب، أثبت أن جي موانزا قابل للاشتقاق في صفر، ثم أحسب جي موانزا بريم لصفر. ثلاثة، أحسب جي موانزا لإكس لكل إكس من المجال صفر واحد، وأنشئ إس جي موانزا. ثالثا، نعتبر المتتالية العددية إي إل معرفة بحدها الأول إي صفر تساوي واحد على اثنان، والعلاقة الترجعية إي إن زائد واحد تساوي إكسبونونسيال يو إن ناقص واحد على إكسبونونسيال يو إن زائد واحد لكل ان من ان. بين ان جميع حدود المتتاليه تنتمي للقطعه صفر واحد. السؤال الثاني، بين ان يو ان تناقصيه. ثلاثه، بين ان يو ان متقاربه. رابعا، حدد ليميت يو ان عندما ان يؤول بسفين. بطبيعه الحال كمساعده استعين بالتمثيل المبياني للداله اف. اذا نصيحه لم نقلها في المراجعات السابقه، اذا للتلاميذ الذين يريدون استفاده بشكل جيد من هذه الاقتراحات التي تخصصها قناة توب متعب الويب، وهو تخصيص وقت مثلا. إذا بالنسبة للمسألة، إذا تقريبا ساعة ونصف، ساعة وعشرون دقيقة،
ثم إذا نقوم بمحاولة وكأننا في الامتحان الوطني، وعندما ينصرم الوقت المخصص إذا بطبع للإنجاز، إذا نقارن أجوبتنا مع أجوبة التي اقترحتها القناة. إذا على بركة الله، إذا نذهب إلى الحلول بالتفصيل. الجزء الأول، إذا نعلم أن الدالة إكس فهي دالة موجبة قطعا، أي أن إكس موجب قطعا لكل إكس من R، وبالتالي إكس زائد واحد موجب قطعا، مجموع عددين موجبين قطعا دائما موجب قطعا، وبالتالي المقام لا ينعدم أبدا، أي أن إف إكس ينتمي لـ R مهما يكون إكس في R، وبالتالي الـ DF تساوي R، أي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذا بالنسبة لبين أن f دالة فرضية، نلاحظ أن مجموع التعريف متماثلة بالنسبة لصفر. ما معنى متماثلة بالنسبة لصفر؟ أي أن أي عنصر أخذناه في الـ DF مقابله أيضا معه في الـ DF. إذا هذا محقق، لأن قلنا في الجذع المشترك إذا وجدنا الـ DF تساوي R أو R نجمع فهو متماثل بالنسبة لصفر. نمر إلى الشرط الثاني، علينا أن نبين أن f لناقص x تساوي ناقص f لx. نعوض x بناقص x باستعمال خاصية الدالة الأسية التي هي شبيهة بخاصية القوة. إذا نوحد المقام في البسط والمقام ثم نختزل، فنحصل على واحد ناقص اكسبونونسيال x على واحد زائد x، ونقوم بالتعميل بناقص في البسط فنحصل على ناقص f x. إذا f دالة فرضية. بطبيعة الحال من المفروض إذا كانت دالة فرضية أو زوجية أو زوجية ودورية أو زوجية فرضية ودورية، إذا يكون لدينا مجال أو مجموعة الدراسة. إذا لم نقم بطبيعة الحال في هذه المسألة بتخصيص أسئلة خاصة بمجال الدراسة، إذا فأعطينا اكتفينا بالأسئلة العادية. إذا نمر إلى السؤال الثاني، إذا حساب الليميت مثلا، إذا عندما نحسب نهاية f لx عندما x تساوي بليس انفيني، إذا باستعمال هذه النتيجة فرضية الدالة يمكننا استنتاج النهاية الأخرى، لكن سنحسب كل نهاية على حدة. إذا بطبيعة الحال بشكل مباشر لدينا شكل غير محدد من نوع بليس لانفيني على بليس لانفيني. إذا الطريقة بسيطة للتخلص من هذا الشكل غير محدد، وذلك بالتعميل بـ إكس في البسط والمقام. إذا فنجد واحد على واحد، لأن نهاية واحد على أو إكس بليس لانفيني تساوي صفر، لأن واحد على بليس لانفيني كما هو معروف عدد حقيقي على بليس أو ناقص ما لا تساوي صفر. لماذا؟ لأن لدينا نهاية اعتيادية، ليميت أو إكس بليس لانفيني تساوي بليس لانفيني. التأويل الهندسي، المستقيم المعرب بالمعادلة يجيلك تساوي واحد، فهو مقارب أفقي لس اف بجوار زائد ما لا نهاية. إذا نفس الشيء بالنسبة لليميت مول لانفيني، فقط عكس الحالة السابقة لدينا مباشرة شكل محدد، لأن هذه النهاية اعتيادية. ليميت او اكس مول لانفيني تساوي صفر، إذا نجد ناقص واحد على واحد تساوي ناقص واحد. إذا المستقيم المعرب بالمعادلة يجيلك تساوي ناقص واحد مقارب أفقي لس اف بجوار مول لانفيني. الملاحظة التي قلتها شفويا كتبتها، يمكننا استنتاج نهاية اف اكس بجوار مول لانفيني انطلاقا من النهاية السابقة وفرضية الدالة اف بطبيعة الحال، وتبني الطريقة الرائعة جدا تقنية تغيير المتغير. إذا نمر إلى السؤال 3 آلاف، حساب مشتقة، لدينا الدالة خارج دالتين، إذا تساوي أو إكس ناقص واحد بريم في أو إكس زائد واحد ناقص أو إكس ناقص واحد عامل لأو إكس زائد واحد بريم على واحد زائد أو إكس أو كاري. مشتقة هذا الأعداد تساوي أو إكس، لأن مشتقة أو إكس هي إكس بريم أو إكس هي أو إكس. إذا لدي ملاحظة بالضبط في هذه المحطة، إذا معظم التلاميذ يتسرعون في النشر، أوصيكم بعدم النشر إلا إذا لم يكن هناك فرصة للتعميل، لأن التعميل يخفف من كثرة الحساب، والتخفيف في الحساب يبعد عن التلميذ الأخطاء بطبيعة الحال. إذا نلاحظ أن EX لدينا عامل مشترك، قمت بالتعميل بـ EX، فتلاحظون أن بالتعميل يصبح الحساب مبسطا، إذا فنجد أن النتيجة النهائية.
سؤال بقى جدول التغيرات، نلاحظ أن f بريم x فهي خارج عددين موجبين قطعا، لأن e x قلناها سابقا دالة موجبة قطعا. إذا f تزايدية قطعا على r ثم جدول التغيرات. وجزاكم الله خيرا، جدول التغيرات فهو من ثلاث بطبيعة الحال مراحل. المرحلة الأولى تشخيص مجموع التعريف، المحطة الثانية إشارة f بريم، والمحطة الثالثة استنتاج رتابة الدالة F، ويجب أن يكون متكاملا أي وضع النهايات التي وجدناها سابقا في الجدول. معادلة المماس 4، إذا نستحضر معادلة بصفات معادلة المماس بصفته العامة، Y تساوي F بريم لي صفر عامل لي X ناقص صفر زائد F لي صفر. إذا F بريم لي صفر نقوم بالتعويض في صيغة المشتقة، فنجد 1/2، وهكذا نحصل على معادلة المماس 1/2 إكس. 5 ألف F إكس تكتب على شكل باستعمال العملية الحسابية. إذا بالنسبة للعدد الثاني نقوم بالتعميل في المقام بـ E إكس، ثم نقوم بتحويل E إكس من المقام إلى البسط باستعمال خاصية القوى، وذلك بتغيير إشارة الأس. إذا كان لدينا زائد إكس، عندما قمنا إذا بتحويله إلى المقام أصبح ناقص إكس. وهذا السؤال ألف هو مساعدة مهمة جدا بطبيعة الحال، إذا لاستنتاج قيمة التكامل في السؤال ب. وهذا ما سنفعله. إذا قمنا بتعويض إف إكس بالكتابة الجديدة السابقة، واستعملنا خطان التكامل. ماذا تقول خطان التكامل؟ تقول بأن التكامل من أ ب إلى إف إكس زائد جي إكس دي إكس تساوي التكامل من أ ب إف إكس زائد التكامل من أ ب جي إكس دي إكس. إذا بفضل هذه الخاصية الرائعة جدا خطان التكامل، وبالنسبة لحساب التكاملين إذا اعتمدنا على الطريقة أيضا التي رأيناها في الدورة الأولى في الدول الأصلية، وقمنا بإحيائها عبر تمارين متنوعة في الدورة الثانية عبر درس الحساب التكاملي. إذا وهي الملاحظة، إذا البعض منكم بطبيعة الحال يتساءل ما هي تقنية الملاحظة. إذا على التلميذ أن يلاحظ أن مشتقة الدالة المتواجدة في المقام، إذا قمنا بحساب مشتقة 1 زائد x نلاحظ أنها هي الدالة المتواجدة في البسط، وبالتالي الدالة تكتب على شكل U بريم على U، حيث U هي 1 زائد x. وهذه رأيناها في جدول الدوال الأصلية الاعتيادية، إذا دوالها الأصلية هي الآن القيمة المطلقة لـ x. نفس الشيء قمنا بحساب مشتقة الدالة المتواجدة في المقام، فلاحظنا أنها هي ناقص إكسبونونسيال ناقص إكس. إذا هذه الدالة فهي تكتب على شكل في بريم على في، إذا دوالها الأصلية هي الألين القيمة المطلقة لفي إكس، حيث في إكس هي 1 زائد إكسبونونسيال ناقص إكس. إذا هكذا، إذا بطبيعة الحال حصلنا على الدوال الأصلية، وبالتالي قيم هذين التكاملين. وباستعمال القواعد الأساسية للألين، ألين أ ناقص ألين بي تساوي ألين أ على بي، أيضا طبقناه هنا، وسنطبق مرة أخرى ألين أ زائد ألين بي تساوي ألين أ بي كما سنرى. إذا ألين أ زائد ألين بي تساوي ألين الجداء، وهكذا بعد الاختزال بطبيعة الحال. إذا سنحصل على ألين 1 زائد أو كاري الكل أس 2 على أو 1 زائد أو والكل أس 2. بالنسبة للجيم، حساب المساحة، التكامل من 1 لـ 2، القيمة المطلقة على اف اكس دي اكس سنتيمتر كاري. الدالة اف هي موجبة على القطعة 1/2، لأن من خلال التمثيل المبياني نلاحظ أن منحنى الدالة على المجال ار بلس 0 بلس انفيني فهي فوق محور الأفاصيل، إذا فهي موجبة، وبالتالي نتخلص من القيمة المطلقة فنجد التكامل السابق. والتكامل السابق إذا قمنا بحسابه، إذا المساحة تساوي سنتيمتر كاري. هنا ضربنا في 1 مربع، لأن وحدة القياس هي 1 سنتيمتر. لو كان لدينا 2 سنتيمتر لضربنا في 2 مربع سنتيمتر مربع. إذا الآن وصلنا إلى المسألة الهامة جدا والتي يتخوف منها الكثير، وأنا لا أنصح، لأن الإنشاء فهو عملية بسيطة جدا، وعملية بطبيعة الحال إذا تنجز عبر مراحل. المرحلة الأولى وهي رسم
المقاربات. لاحظوا جيدا أننا قمنا برسم إكراكس واحد ثم إكراكس ناقص واحد، ثم قمنا بإنشاء المماس الذي هو بالأسود الذي معادلته إكراكس تساوي إكس على جوج، يمر من أصل معلم. إذا عوضنا إكس بواحد، إذا فهو يمر من أصل معلم، والنقطة ذات الإحداثية واحد، واحد على جوج فقط. إذا بمجرد رسم المماس إذا نتبع ما هو إذا مرسوم في جدول التغيرات. إذا الدالة التزايدية تقترب شيئا فشيئا من المقارب دون بطبيعة الحال إذا لمس المستقيم إكس واحد، نفس الشيء من هنا، وهكذا حصلنا بطبيعة الحال تمثيل مبياني. دلتا هو محور التماثل، إذا يمر من أصل المعلم كما هو معروف، والنقطة ذات الإحداثيات واحد واحد. أما بالنسبة للحيز دلتا بريم، إذا فهو محصور بين المقارب العمودي إكس واحد وإكس يساوي جوج، المنحنى ومحور الأفاصيل، وهو ما قمت بتخطيطه بطبيعة الحال. إذا هو الجزء المخدش باللون الأحمر. إذا هذا فيما يتعلق بالنسبة للتمثيل المبياني. يبقى لنا الدالة العكسية، إذا إلى أن نصل إلى سؤال إنشاء الدالة العكسية. إذا نستمر ونستقبل الجزء الثاني، إذا بالسؤال الكلاسيكي: جي متصلة وتزايدية قطعًا على المجال صفر بليس فيني بفضل جدول تغيرات الدالة إف، بالتالي لها دالة عكسية جي موان زا معرفة على المجال جي الذي كنا نحسبه إذا بالطريقة العادية، جي لصفر ونهاية جي إكس عندما إكس يساوي بليس فيني. نذكر أن جي هي إف، إذا بطبيعة الحال النهاية سبق حسابها، إذا فنجد جي هو المجال صفر واحد. ثانيا ألف لدينا جي لصفر تساوي صفر، إذا هذا يكافئ أن بإدخال جي موان زا على الطرفين نحصل على صفر تساوي جي موان زا لصفر. جي قابل للاشتقاق في صفر، ولدينا جي بريم لصفر، إذا نعوض في صيغة اف بريم لإكس فنجد واحد على جوج. وبالتالي نلاحظ أن جي بريم لصفر يخالف صفر، إذا الشرط الأول جي قابل للاشتقاق، عفوا جي قابل للاشتقاق في صفر، والشرط الثاني جي بريم لصفر يخالف صفر. إذا هذان الشرطان نستنتج أن جي موان زا قابلة للاشتقاق في جي لصفر، ولكن جي لصفر تساوي صفر، وبالتالي جي موان زا قابلة للاشتقاق في صفر. إذا بهذه الطريقة البسيطة إذا نجيب على هذا السؤال. فيما يتعلق بالنسبة للعدد المشتق للدالة العكسية، نطبق القاعدة التي هي في الدرس، هي واحد على جي بريم جي موان زا لصفر. جي موان زا لصفر وجدناه سابقا صفر، وجي بريم لصفر لدينا واحد على جوج فنجد اثنان. وصلنا إلى السؤال المهم جدا، تقنية تحديد الدالة العكسية. ننطلق دائما إكس في المجال جي، إكراك في المجال إي، والعلاقة التي تجمع بينهما جي لإكراك تساوي إكس. لنحدد إكراك بدالة إكس، هذا مهم جدا. كيف نحدد إكراك بدالة إكس؟ بحل هذه المعادلة ذات المجهول إكراك وإكس كوسيط حقيقي. إذا جي لإكراك تساوي إكس يكافئ، ثم نقوم بضرب الوسطين في الطرفين، لأن الهدف الأساسي بطبيعة الحال من حل هذه المعادلة وهو كتابة أو عزل العدد الذي يشتمل على المجهول إيكراك، ثم استنتاج قيمة إيكراك. ولعزل التعبيب الذي يشتمل على إيكراك نقوم باستعمال قاعدة الإعداد: جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين، فنجد إيكراك ناقص واحد تساوي. لاحظوا جيدا بعد نشر الطرف الأيمن قمت بتمرير العدد إكس وإيكراك إلى الطرف الآخر لأنه يشتمل على المجهول إيكراك الذي نريد عزله، والأعداد التي لا تشتمل على إيكراك نقوم بتمريرها إلى الطرف الأيمن، وهكذا. إذا لاحظوا جيدا هنا لدينا تعميل إيكراك، قمنا بالتعميل فتخلصنا من المعامل واحد ناقص إكس لأنه لا يشتمل على المجهول، فوجدنا إيكراك تساوي، ونقوم بإدخال ألين في المحطة الأخيرة، وهكذا بهذه الطريقة الرائعة جدا نحصل على الدالة العكسية. نمر الآن إلى الجزء الثالث والأخير. إذا نقوم كالعادة باستدلال بالترجع الذي يبدأ بمرحلة التحقق، وهي عبارة صحيحة لأن إي صفر واحد على جوج وواحد على جوج فهو محصور ما بين صفر واحد، إذا عبارة صحيحة. نمر إلى مرحلة الافتراض أو فرضية الترجع. نفترض أن العبارة صحيحة إلى غاية إن، إذا إن محصور ما بين صفر واحد، إذا إف تزايدية نقوم بإدخال إف على هذه المتفاوتة فهي لا تتغير.
اف لي صفر سبق حسابه صفر، اف يو ان يو ان زائد واحد، و اف لي واحد تساوي او ناقص واحد على او زائد واحد. وبما ان البسط والمقام موجبين والبسط اصغر من المقام فهو دائما اصغر من العدد واحد، بالتالي يو ان زائد واحد اصغر من صفر واصغر من واحد. وهكذا اذا نحصل على ان جميع حدود المتتاليه فهي محصوره ما بين صفر وواحد. السؤال الثاني، لدينا اف اكس اصغر من اكس لكل اكس من القطعه صفر واحد بفضل الجزء الاول. السؤال السادس ب، وبما ان جميع حدود المتتاليه هي ايضا عناصر من هذه القطعه اذا سينطبق عليها هذه الخاصيه، اي ان اف ل يو ان اصغر من يو ان. وبما ان اف ل يو ان هي يو ان زائد واحد اذا نستنتج ان يو ان تناقصيه. ثلاثه، اي ان مصغورة بالصفر وتناقصية اذا متقاربة اي لها نهاية منتهية. رابعا، اي ان من نوع اي صفر تنتمي لاي الذي يساوي القطعة صفر واحد، و اي ان زائد واحد تساوي اف لي ان، و اف متصل على المجال اي، و اف لي اي ضمن اي بفضل السؤال السابق، وهي متقاربة اذا نهايتها هي حل المعادلة اف اكس تساوي اكس. لكن بفضل منحنى سقف اذا عادة في مختلف التمارين اذا التلميذ يحل جبريا هذه المعادلة، الا ان هذه المعادلة فهي مستعصية الحل جبريا في هذه الحالة، لذلك نلجأ الى الخيار الاخر، لان دائما هذه المعادلة لها حل جبري ومبياني. الحل الجبري صعب اذا نلجأ الى الحل المبياني، لدينا التمثيل المبياني. إذا أردنا تأويل هذه المعادلة هندسيا فهي تعني عدد نقط تقاطع المنحنى السقف ومحور التماثل ديال المعادلة Y تساوي X الذي نسميه المنصف الأول لا بريمير بيسكتريس دي روبير. ومن خلال التمثيل المبياني نلاحظ أن المنحنى السقف وهذا المستقيم يتقاطعان في نقطة وحيدة وهي O ذات الإحداثية صفر صفر. من هنا نستنتج أن هذه المعادلة تقبل حلا وحيدا صفر، وهذا يستلزم حتما أن ليميت يو ان عندما ان تؤول بليس انفينيت تساوي صفر. إذا أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذه المسألة الثانية، وإذا أردتم أن تكون الاستفادة إذا رائعة جدا نفذوا ما قلته في بداية الفيديو، أي على التلميذ أن يبذل مجهودا وعندما ينصرم الوقت المخصص للإنشاء عفوا للإنجاز حوالي ساعة وثلث ساعة ونصف إذا يقارن أجوبته بأجوبة القناة المقترحة. إذا لا يسألني إلا أن أطلب الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأموركم وأمور جميع المسلمين لما يحبه وترضاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم يسر ووفق أبناءنا وأبناء المسلمين لما تحب وترضاه، اللهم يسر أمورهم في هذا الامتحان وثبتنا وإياهم على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. لا تحرمون من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ومع مراجعة قادمة بحول الله أعانكم الله.